بينضم لينا على التليفون دكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني قمة مهمة جدا يا دكتور بحضور قادة كبار، طبعا الرئيس جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وطبعا الرئيس السيسي. من أهم الملفات اللي ركزت عليها القمة هو ملف سد النهضة. حضرتك شفت إزاي تناول هذا الملف في إطار القمة؟ هو الحقيقة أن هذه القمة لها أهميتها الكبرى في وجود الطرف الأمريكي، وهو طرف أساسي في هذا الموضوع. يعني أمريكا لها تأثير قوي، وكلنا ما ننساش أن أمريكا هي صاحبة التخطيط لسد النهضة. في خريطة تم وضعها سنة 64 بواسطة الجانب الأمريكي في دراسات في إثيوبيا، وشفنا دور أمريكا في مفاوضات سد النهضة في سنة 2020 في واشنطن. أيوه. والدور الأمريكي الكبير، ولكن طبعا بأزمة كورونا وانشغال أمريكا بالانتخابات ومجيء بايدن ده أبعتها بعض الشيء، ولكن أنا الأوان أن أمريكا يبقى لها دور مرة أخرى في قضية سد النهضة. في وجود الدول الخليج العربي، ودول الخليج العربي لها دور كبير يمكن ربما يعني يكافئ الدور الأمريكي وقد يزيد، لأن دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات لهم استثمارات كبيرة جدا في إثيوبيا ولهم مكانة كبيرة، وبالتالي ممكن أن يلعب يعني دور كبير في مفاوضات سد النهضة. حتى يعني يكفي دولة واحدة فقط منهم السعودية أو الإمارات، لأن إثيوبيا يعني الحقيقة لها علاقات طيبة بالدولتين، وبالتالي ممكن انها تستجيب لهذه الدول، بالاضافه الى ان علاقات مصر بهما علاقات قويه للغايه. فاذا الطرفين الاساسيين في قضيه سد النهضه مصر واثيوبيا لهم علاقات طيبه جدا بهذه الدول، وبالتالي يعني ممكن هم يلعبوا دور كبير، بالاضافه الى ان احنا شفنا يعني هذا ليس غريبا على الدول العربيه، احنا شفنا جامعه الدول العربيه في سنه 2020 و21 والآن بالتأييد المطلق للأمن المائي المصري. صحيح. والسوداني بالكامل. إذن يعني هذا ليس غريبا على الدول العربية، خاصة الدول الشقيقة في الخليج العربي. وأن أمريكا وأن بايدن الآن لم يبدي موقفه الحقيقي من قضية سد النهضة حتى الآن. يمكن إحنا شفنا دور ترامب ورعايته لمفاوضات واشنطن، ولكن لما جاء بايدن انشغل بتوليه كرسي الرئاسه في امريكا ثم بعض القضايا الاخرى. ولكن هل امريكا هنا يكون لها دور الايام القادمه في قضيه سد النهضه؟ ده ممكن ان هو يحصل ان شاء الله في الايام القادمه. طب دكتور خليني اسال حضرتك، يعني ملف سد النهضه او العمليات اللي يعني واصل ليها حاليا، السد واصل لفين؟ اي مراحل واصل ليها؟ وايه المرتقب كمان خلال الفتره الجايه عشان نعرف يعني حجم التدخل اللي ممكن يحصل يكون عامل ازاي؟ هو الحقيقه يعني سد النهضه وضع حجر الاساس في 2011. وكان مخطط ليه زمنيا ان تنتهي مرحله اولى بتخزين كميه من المياه وتشغيل اول توربينين في نهايه 2014. وأن ينتهي بالكامل في 2017. احنا الآن في 2022 والمرحلة الأولى اللي كان مقرر لها 2014 لم تنتهي حتى الآن، وهي بتخزين كمية مياه كافية لتشغيل 2 توربين. اللي حصل إن في تخزين بالفعل، ولكن تخزين يعني على مدار عامين ماضيين بكميات أقل بكثير من المستهدف. كان المستهدف 18.5 مليار متر مكعب، تم تخزين في العام الأول حوالي 5 مليار، والعام الماضي تخزين 3 مليار أخرى يبقى 8 مليار، وهذا العام يعني المستهدف هو تكمله ال 18.5 مليار اللي كانوا مستهدفين من سنتين. وبالتالي وتشغيل 2 توربين. اللي حصل ان في توربين واحد فقط هو اللي اشتغل في فبراير الماضي وشغال بكفاءه متدنيه للغايه، وبالتالي اثيوبيا غير قادره انها تشغل التوربين الثاني. اذا حتى المرحله الاولى لم تستكمل حتى الان. متوقع للتخزين الثالث ان هو يكون في حدود 5 مليار متر مكعب. اثيوبيا بتستهدف تكمله ال 18.5 مليار، يعني عايزه تخزن السنه دي 10.5 مليار وتشغل التوربين الثاني. وبعد كده في طبعا تخزين سنوي في السنوات القادمه ربما يكون في حدود 10 مليار متر مكعب سنويا. الحقيقه هنا نقطه مهمه، وهي هل هذا التخزين
يؤثر على المواطن المصري الايام القادمه. أيوة. احنا بنقول هذا لن يحدث لسبب رئيسي، وهو ان مصر لديها السد العالي، بمخزون السد العالي وبالسياسه الزراعيه اللي اتبعتها مصر سواء في الزراعه او في الري في السنوات الاخيره في ترشيد الاستهلاك واعاده استخدام مياه الصرف الزراعي مرتين وثلاثه واربعه احيانا لتوفير جزء من مياه النيل في بحيره السد العالي للاستفاده بها كاحتياطي في سنوات قد تكون جفاف او قد تكون في سنوات تخزين لسد النهضه. وبالتالي يا دكتور حضرتك بتطمن المواطن المصري حاليا من فكره يعني ما يكونش في اي قلق من حصه المواطن المصري من مياه نهر النيل. عايز اسال حضرتك على مبالغه لما اقول ان المواطن لن يسقطه كوب واحد، يعني في طبعا سمعنا هذه الكلمه كثيرا، ولكن هذه حقيقه ان السد العالي هو الامن هو صمام الامن المائي بالنسبه لمصر، ولولا السد العالي كان الموقف اختلف تماما وما كانتش مصر يعني اتسمت بضبط النفس حتى الان على مدار اكثر من 11 سنه في مفاوضات عقيمه لم نصل فيها الى حل، ويبقى بتحاول فرض السياسه الامر الواقع. كل اللي بيخلي مصر ان عندها اطمئنان وان في طول بال وفي صبر شديد لدرجه ان ترامب كان بيحسبنا على هذا الصبر. ودي النقطة اللي عايزة أقف مع حضرتك عندها يا دكتور، حاليا نظرة الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لملف سد النهضة، بأي عين تنظر الولايات المتحدة للملف حاليا وهي كانت داعمة في البداية لإقامة سد النهضة، هل نظرتها اختلفت لهذا الملف؟ هو الحقيقة يعني في البداية عندما يعني قامت بدراسات سد النهضة كان الغرض أيامها إن كان هناك خلاف كبير جدا ما بين أمريكا ومصر عند بناء السد العالي، وانسحبت أمريكا من بناء السد العالي، ومصر وروسيا اتفقا في ذلك الوقت على تكملة المشروع، وبالفعل تم السد العالي هنا رغم عدم موافقة أمريكا على إقامته وانسحابها والبنك الدولي. غضب أمريكا جعلها أنها تروح للهضبة الإثيوبية بما أنها المصدر الرئيسي لنهر النيل للعمل على قطع مياه النيل عن مصر وعن السد العالي، وبالتالي وكأنها تقول يعني أنت هتبنوا السد العالي، السد العالي يبنى ولن تصلوا مياه. ده كان حال أمريكا في الخمسينات والستينات، ولكن الآن الموضوع هناك علاقات مصالح ما بين مصر وامريكا، امريكا لها مصالح كبيره في منطقه الشرق الاوسط طبعا، ومصر لها مصالح هي الاخرى، وبالتالي هنا تبادل المصالح، بما ان لك مصالح او مصر بتساهم في جزء من هذه المصالح وتحقيقها لامريكا، لان ما فيش تحقيق لمصالح امريكيه في مصر في منطقه الشرق الاوسط بدون مصر، وبالتالي من مصلحه امريكا ان يكون في توافق ما بين امريكا ومصر. ايضا لمصر مصالح اخرى، وهذه المصالح تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان يكون لها دور فعال في حل هذه المشاكل اللي منها مشكله سد النهضه. اذا من مصلحه امريكا لكي يكون هناك ايضا تحقيق لمصالحها في منطقه الشرق الاوسط ان يكون هناك توافق ما بين الاداره المصريه والاداره الامريكيه، وبالتالي هنا دور امريكا في المنطقه ان هو دور فعال، دوله عظمى مؤثره في، وخصوصا ان اثيوبيا دوله من افقر دول العالم واضعفها من الناحيه العسكريه، وبالتالي حتى البعض يعني بيتعجب للموقف الاثيوبي وكانها دوله عظمى. اثيوبيا يعني هذا التعنت نابع من ان الحكومه الاثيوبيه بتخفي مشاكلها وفشلها في البنيه الاقتصاديه في اثيوبيا وراء خلق مشكله سياسيه خارجيه، بحيث انها تجمع الشعب الاثيوبي حولها بما ان في مشكله مع مصر وان مصر يعني تشيح في المجتمع الاثيوبي ان مصر دوله لا تريد التنميه لاثيوبيا ولا تريد اثيوبيا ان تنشئ سد النهضه وغيره، وبالتالي خلقت مشكله قوميه يجتمع حولها الاثيوبيون، وهم اصلا مجموعات عرقيه يعني متفرقه ومتقاتله الاصل فيها، وبالتالي طيب. هنا بنجد التعنت الاثيوبي، لكن بالضغط الدولي تستطيع الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا استكمال المفاوضات والوصول الى اتفاق عادل للدول الثلاثه. جميل. دكتور، من اهم نقدر نقول الرسائل او المطالب للرئيس السيسي في ملف سد نهضه هو اعاده النظر للقوانين الخاصه بحفظ الحقوق المائيه، هل ده ممكن يتحقق خلال الفتره اللي جايه؟ ولو نوضح اكتر ايه المشكله في النقطه دي اصلا؟ لا، احنا يعني مصر بتدعو للتمسك بمبادئ القانون الدولي في الانهار والمجاري المائيه. اثيوبيا
بتنتهك الآن القانون الدولي، بتنتهك هذه المبادئ والأعراف الدولية، بتنتهك إعلان مبادئ سد النهضة اللي تم توقيعه في 2015، وفي البند الخامس بينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد. إثيوبيا الآن بتخزن للمرة الثالثة بطريقة منفردة، ما فيهاش أي نوع من التعاون بشكل أحد. تخزن، وهناك مبدأ آخر في اتفاق المبادئ، مبدأ عدم الضرر. وبالتالي دلوقتي إثيوبيا لما تخزن 5 مليار متر مكعب، هذه الكمية من المياه كان المفروض أنها توصل السد العالي الشهور القادمة، وبالتالي حدثها في إثيوبيا أليس هذا ضررا؟ يعني إثيوبيا إزاي يعني تتخيل أن 5 مليار متر مكعب كانوا ممكن يرووا مليون فدان أرز؟ المليون فدان بيأتي بأربعة مليون طن، يعني حوالي 5 مليار دولار. يعني هنا بحسبة بسيطة أن المليار متر مكعب ممكن يجيب إنتاج زراعي قيمته حوالي مليار دولار. إزاي لما تحجز 5 مليار متر مكعب يبقى لا يؤثر على مصر؟ هو لن يؤثر على المواطن، ولكن هذا بسبب المشروعات اللي مصر كلفتها عشرات المليارات في إنشاء محطات معالجة المياه وفي ترطيم الترع وفي إنشاء الصور الزراعية لتوفير مياه في السد العالي. إذا المياه الموجودة في السد العالي ليست مياه مجانية، هي مياه دفع ثمنها الشعب المصري في الظروف الحالية الاقتصادية اللي احنا عايشينها، يعني ربما مئات المليارات. فإذا هذه المياه ليست مجانية، وأن الشعب المصري دفع ثمنها يعني زالي وبيدفع يوميا كقروض. إذا الدعاء إثيوبيا أن التخزين لا يضر مصر، هو لن يضر المواطن كمواطن، ولكن في نفس الوقت احنا صرفنا أموال حتى لا يضر هذا المواطن. طبعا هيظل ملف سد النهضة بيشكل أهمية كبرى مش بس لمصر، للمنطقة ككل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة.